اليوم على غرار عام 2003 تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البرازيل وبلدان إفريقيا والشرق الأوسط، وتلعب العلاقات مع مصر دورا هاما وفريدا في هذه الاستراتيجية. وفي اللقاء الذي عقدته مع رئيس السيسي ناقشنا الموضوعات والإجراءات التي من شأنها أن تجعل تعاوننا ينمو مرة أخرى في المجال الثنائي ويتوسع في المحافل المتعددة الأطراف. واقترحت لفخامة الرئيس أن نقوم بارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لأن بلداننا مصر والبرازيل بلدان نامية وحجم كبير وعدد كبير من الناس في البرازيل ومصر، يجب عليهما القيام بعلاقات كبيرة، بالتالي علاقاتنا يجب أن تكون قوية وكبيرة وفي كل المجالات الممكنة: الثقافة والدفاع، الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم.